السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير خوتي، ولا صباح الخير على حسب الوقت اللي تشوفوا فيه هذا الفيديو. خوتي ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا ملاح، ونتمنى لكم كل خير، صحة رمضانكم، وربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. مرحبا بكم خوتي في حلقة جديدة على قناتكم قناة توك ماس. في هذه الحلقة ان شاء الله راح نتكلموا في موضوع مهم ومهم جدا. وش هو هذا الموضوع؟ الموضوع تاع اليوم خوتي هو التمرين الصحيح، او الطريقة الصحيحة، او الآلية الصحيحة اللي نمرنوا بها او اللي ندربوا بها العضلات نتاعنا بصفه عامه، ولكن في هذه الحلقه راح نتكلموا على عضله الظهر بصفه خاصه. وهذه الطريقه وهذه الاليه يتكلموا او ينصحوا بها ابطال العالم في رياضات كمال الاجسام. كذلك راح نتكلموا في نقطه اخرى على اختصار الوقت والخطر نتاعو. راح تتساءلوا يعني على بالي ما فهمتوا والو في هذه النقطه الثانيه، ولكن تابعوا معايا حتى النهايه، لانه في النهايه كذلك جايب لكم عرض هايل، عرض يعني في القمه على مكمل للضخامه راح يعجبكم باذن الله. هذا هو المكمل اللي امامنا، مش راح نوريكم حتى نهايه الفيديو باذن الله، راح نحاول نخبي يعني المعلومات حتى نهايه الفيديو باذن الله خوتي، وراح تعرفوا السعر نتاعو، راح تعرفوا كل شيء. قبل ما نبداو في هذا الفيديو خاوتي، حبيتكم تعرفوا انه الكثير من الناس يعني يستغل المبتدئين يعني خاصه في هذه الرياضه، ويستغل الجهل تاعهم لهذه الرياضه، ولكن ليس الكل، لانه دائما نلقاو ناس يعني يستحقوا التشجيع ولكن قلال للاسف. على هذا في قناتكم قناه توك ماس اللي دائما ما تتبعوني وتشجعوني ولو كان يعني بشكل يعني بسيط وبالنسبه قليله، ولكن معليش حبيت نقدم لكم كل الافكار اللي ناخذها من الابطال الاجانب، يعني خاصه الاجانب، او بمعنى اخر انا ينتابع بزاف الابطال والمدربين سواء من المدرسه القديمه او الجديده، يعني ابطال كمال الاجسام الاجانب يعني سواء امريكيين او من اي دوله اخرى. وعلى هذا يعني نحاول ترجمه كل المحتوى نتاعهم ونقدمه لكم في حلقات، وباذن الله تستفادوا منها. وهذه الترجمه انا نقوم بها على الايباد كما تلاحظوا، ترجمه طويله جدا راح نطرقوا عليها في هذه الحلقه ان شاء الله. وتعرفوا الشيء هذا مش بالسهل، على هذا نتمنى انكم تشجعوا يعني القناه وتدعموا شويه لايك، تشتركوا بالقناه اذا كنتوا تتابعونا اول مره، وهذه الاشياء. واذا اي حاجه تحتاجوها خلوا لي تعليق، لانه دائما متشرف بالرد على تعليقاتكم خوتي. كذلك ارقام الهاتف موجوده اسفل الفيديو، وما تنساوش تتابعوني على الانستغرام توب ماس دي زد، كذلك صفحتنا على الفيسبوك توب ماس، نتشرف كما قلت بالرد عليكم خوتي. نبداو بهذه الحلقه اذا كنتم مهتمين يعني بحلقه اليوم، خلينا نقول بسم الله ونبداو على بركة الله. خوتي باش يكون عندك عضلة ظهر قوية صراحة هذا شيء يعني روعة، ولكن لازم تعرف انه كيف يعني تؤدي، او بالعامية تعرف كيفاش تقوم بالتمرين نتاعك، لانه خوتي آلية التمرين مهمة جدا، وكثافة التمرين يعني التدرب بقوة كذلك مهمة جدا، لانه التدرب بقوة عنده دور كبير في تطوير عضلاتك. وعلى هذا نقول لكم خاوتي كاين بعض الاشياء ما راهيش مهمه حتى تتناولها، والتدرب كذلك لوقت اطول او وقت طويل يعني يدوم ساعتين او ثلاثه كذلك ماهوش مهم باش يكون عندك عضلات ظهر قويه. ومن هنا نرجعوا للنقطه الثانيه وهي اختصار الوقت والخطر نتاعو. نلقاو بزاف ناس يدربوا كحد اقصى عام، يعني هذا كحد اقصى كما قلت، ومن بعدها يحب يعني بين ليله وضحاها يتبدل ويبني عضلات بالخف يعني بسرعه، وهذا يخليه يروح لاشياء مثل ما قلت غير مهمه. ورانا نشوفوها خاوتي، نلقاو شباب يتناولوا اشياء يعني محظوره واشياء يعني خطيره جدا على الصحه نتاعو، كذلك نشوفوا الشباب يتناولوا حبوب منع الحمل مثلا، وكذلك يتناولوا اشياء كما قلت راح تهلك الصحه نتاعهم. ولهذا نقول لكم حاجه، عمرك لا تختصر الوقت على حساب الصحه نتاعك، ما تختصرش الوقت وتوصل بالخف للهدف نتاعك، ولكن كما نقولوا بالعاميه تهلك الصحه نتاعك. الرياضه هذه لازم لها الصبر. نرجعوا خاوتي للنقطه الاولى وهي كيفاش نقوموا بالتمرين الصحيح اللي يخليني نكتسب عضلات ظهر قويه. وعلى هذا جبت لكم طريقه وسطيه، يعني حاجه في الوسط، ماهيش مبالغ فيها وماهيش يعني كما نقولوا بالعاميه تفنيين، لانه كاين بزاف ناس تلقاه يتمرن ويحكي مع صديقه ويتمرن ويضحك وعقله بعيد تماما، يعني شارد وماهوش حاطم على العضله نتاعو. لهذا من هذه الحلقه اذا كنت متابع فيا نقول لك ارجع للبيت وكول القلب اللوز على روحك. المهم خاوتي، اولا النقطه الاولى تدخل للصاله الرياضيه تقوم بعمليه احماء، ويعني تقدر تبدا بالعقله او البارفيكس، هذا يخلي الدم يضخ لعضلات الظهر، ونبداو نحضروا يعني عضله الظهر للتمارين الجايه اللي هي تكون اقوى. ومن بعد نروحوا للاوزان. نقول لكم انه الاوزان الثقيله صح هي جيده، ولكن ما تكون جيده في حاله ما اذا كنت يعني ما كنتش قادر تتحكم فيها.
لانه كاين ناس يدير مثال قنطار 100 كيلوغرام عضله صدر على كرسي مستوي، يعني نقولوا الكوشي، وهذا الوزن تلقاه ما يقدرش حتى يجيب به عدتين او عده واحده على الاقل، يعني عده واحده ما يقدرش يجيبها. الزميل تاعو دائما يعاونه وتلقاه يعني يتعصر وعينيه خارجين كاع. المهم على هذا نقول لكم نقص الاوزان وخدم مليح بوزن تقدر تتحكم فيه، ولازم وانت تتمرن لازم تلحق للعده الاخيره اللي تقدر عليها، يعني ماشي كي تحس شويه تعب تتوقف، لا لا كمل للاخير عد، يعني لاخر عده، واذا ما قدرتش تلحق لها جيب الحد الاقصى اللي تقدر عليه، يعني اللي تقدر تلحق له، لانه كاين كلمه قالها البطل يعني سمير البنوتي، تقدروا اذا ما تعرفوش سمير البنوتي تقدروا تدخلوا لجوجل تكتبوا سمير البنوتي وتقراوا على هذا البطل وتعرفوا كل الالقاب يعني وكل الاشياء الجيده اللي قدمها لهذا الرياضه. يقول انه يعني عمري ما كنت نحسب العدات، كان يجلس يقوم بالتمرين تاعو بلا ما يحسب حتى يتعب ويتوقف عن هذاك التمرين. ونزيد لكم حاجه خاوتي، بالنسبه اللي عندهم نقطه ضعف يعني في عضله من العضلات سواء عضله الظهر او اي عضله اخرى عنده نقطه ضعف، لازم تبحث على تمارين تخليك تستهدف تلك المنطقه اللي تعاني يعني من الضعف، لانه دائما الاولويه تكون لنقاط الضعف لازم تحسنها، وما تنساوش دائما تدرب بدقه، دائما الدقه هي الصح، وما تبقاش تدرب وانت مزروب، لانه العضله لازم تدربها بحده، يعني كما نقولوا بقوه، لازم بعنف، لازم يكون تركيزك وكل عقلك يكون مع عضلات ظهرك. صح ممكن يكون بعض التشويش حداك، لكن ما يمنعكش من التركيز، يعني الامر ما يتعلقش بمده التدريب، الامر يتعلق بكيفيه التدريب. اخذ نصف ساعه يعني بقوه صدقوني راح تكون كافيه واحسن من ساعه او ساعتين من التدريب متواصل مع الضحك ويعني تحكي مع الاصدقاء نتاعك، هذا مش راح يفيدك نهائيا. وبعد ما تخلص تمرين يعني اليوم اللي تكلمنا عليه مثال تمرين اليوم راح كان يعني عقله مثال لام بار فيكس نفترضه، المرة الجاية حاول تغير ما تخدمش يعني بالعقلة، حاول تشوف تمرين آخر. تعرفوا التغيير يعني راه يلعب دور، والتنوع كذلك يلعب دور في تطور العضلة، عضلة الظهر سواء أو أي كانت أي عضلة أخرى. ومن بعدها يأتي وقت تناول الوجبة، روح للبيت تناول وجبة صحية غنية بالكارب والبروتين والدهون الصحية، وتناول مكملاتك اللي تساعدك على الاستشفاء العضلي. واذا كنتوا حابين حلقات يعني نحط فيهم صور لكل تمرين سواء ظهر او صدر او اي عضله اخرى، يعني نحط صور ونشرحوا كل التمارين يعني كبرنامج تدريبي ونشرحوا، خلوا لي تعليق خاوتي. ومن هنا لحقنا نهايه هذا الفيديو، نشكركم كل الشكر اللي كملتوا معايا الحلقه حتى هذه النقطه، وحتى نعرف الناس اللي تابعوني حتى النهايه اتركوا لي تعليق وقولوا لي اي شيء يدل على انكم كملتوا الفيديو. وبالنسبه للعرض اللي قلت لكم عليه في البدايه لكل يستناو فيه، هو تخفيض رهيب جدا على مكمل كريتيكال ماس. الكريتيكال ماس اللي ما يعرفش هذا المكمل هو من شركه بيج مان كما تلاحظوا هنا في الاسفل خوتي، هنا في الاسفل بيج مان هي شركه اسبانيه قويه جدا، عندها واحد المكملات خارقه للعاده، راح نتكلموا مازال الوقت طويل ونتكلموا على مكملات كل شركه بشكل تفصيلي. ان شاء الله ندعو ربي يعني يرفع عنا هذا الوباء وبحول الله تتحسن الامور وتلقاو عندنا كل جديد ومكملات في القمه بحول الله. كذلك خوتي كما قلت سعر هذا المكمل هو 740,000، يعني السعر الحالي تخفيض هو 740,000، باذن الله هذا السعر ما تلقاوش في مكان اخر. الحجم نتاعو هو 4.5 كيلوغرام كما قلت من شركه بيج مان الاسبانيه، واذا تحبوا نخصص حلقه نتكلم فيها اكثر على هذا المكمل، يعني نعطيكم كل التفاصيل على المكمل، خلوا لي تعليق. وكذلك اي استفسار اي شيء يعني يخطر في بالكم، اي فكره تحبوا يعني نضيفها للقناه تحسن القناه، اي شيء تحبوا نتكلم عليه خلوا لي تعليق خاوتي، لاني كما قلت دائما نتشرف بالرد على تعليقاتكم، انا دائما نقرا كل التعليقات اللي تخلوها لي تحت الفيديو. ونشوفكم باذن الله خاوتي في حلقات اخرى، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا، كانت حلقه يعني بسيطه نوعا ما ولكن باذن الله يعني مهمه، قوموا بهذه النقاط يعني اللي ذكرتها في هذه الحلقة وبإذن الله راح تشوفوا نتائج هائلة. خوتي تهلاو في رواحكم ونشوفكم بإذن الله كما قلت في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.